طيب تعال نشوف البرلمان. وفد برلماني بالفعل توجه إلى مستشفى إمبابة العام لمساندة أهالي المصابين، المساندة المعنوية اللائقة، طبعا مصابين في كنيسة أبو سيفين بالجيزة. معانا على التليفون سيادة النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمكن هسمح لنفسي برفع الألقاب لأنه عماد صديق وزميل عزيز، يعني زميل صحفي وزميل برلماني. البقية في حياتك عماد بنعزي نفسنا قبل ما بس نعزيك. حياتك الباب ربنا يخليك، ويعني أنا كمان بدوري بعزي أسر الضحايا وكل مصر بصراحة، لأن حادث مصر أليم وجعنا من الصبح جدا، خاصة إن في أطفال، إنه طبيعة الحادث نفسها كانت صعبة. يعني نتمنى كمان شفاء أسرع للمصابين وربنا يصبر كل الأهالي. يعني صحيح عماد، يمكن أنا هستأذنك أنه هسألك هنا كنائب، نائب يراقب الحكومة ويقيم أدائها، كيف رأيت النهاردة تحركات كافة الأجهزة، كافة الأجهزة في التعامل مع هذا الحادث المؤلم؟ بكل صراحة، وأنت عارف أن يعني أنا مش مؤيد يعني على طول الخط، يعني وجلسات البرلمان تشهد سواء كانت الجلسة العامة أو في اللجان، وكمان زي يعني الحوادث دي يمكن أنا غطيت أحداث كتيرة جدا بطبيعة العمل الصحفي، بطبيعة أن أنا كنت بغطي ملف القط في جريدة المصر اليوم. لا، اللي حصل النهاردة هو في سرعة من كل أجهزة الدولة، في تكاتف في شغل إدارة أزمة على الأرض. يعني كمان لما يكون أول تحرك رسمي أو أول حاجة تتكلم عن الحادثة بشكل رسمي هو رئيس الجمهورية. صحيح. ده في وقت إيه؟ في وقت إن هو فيه بيستقبل الوزراء الجدد لحلف اليمين، لما رئيس الحكومة يصطحب معاه وزير التنمية المحلية بعد حلف اليمين مباشرة، وقبلهم وزيرة التضامن تزور المصابين، كمان الإسعاف إن هي توصل، يعني في من شهود عيان على فكرة مش بيانات الصحة أو غيره، إن في الإسعاف مثلا في وصلت في حوالي 10 دقائق أو كده، وزيهم كانت في المستشفيات. كمان الجانب الشعبي وجانب الجيران، وده دايما اللي كنت بقول عليه، أنا كنت بنزعج من إبراز وجود بروزة يعني للأفعال الطبيعية للمصريين، إن جار مصري ديانته مسلمة بينقذ جاره المسيحي. أنا شايف إن هو ده الوضع الطبيعي، مش محتاج بروزة. صحيح. ده الترجم النهاردة أو الواقع اللي حصل النهاردة. يعني احنا بنزور المصابين زي ما حضرتك ذكرت كده في البداية، فدخلنا على كل الأوض احنا مش عارفين، فقالوا لنا ده فلان ده فلان، ولحد ما وصلنا ليه محمد يحيى الشاب راعي ربنا يقومه بالسلامة. قالوا لنا انقذ 5 من الموجودين، فحتى يعني هو خجلان من الشكر او انه ده الطبيعي، هو يشعر ان هو قام بواجب انساني. يعني ده بالفعل ده اللي هو بيتكلم فيه، ان يعني ده جيراننا وطبيعي جدا، حريقه في بيت، ما بنسالش ده بيت مسيحي ولا مسلم، ما بنسالش دي كنيسه او مسجد، فده حقيقي اللي حصل في التحرك بدايه من رئيس الجمهوريه. حتى كمان انا بشيد بزمايلنا النواب، نواب التنسيقيه وغير التنسيقيه، الجميع كان موجودين النهارده زي ان هو المصاب بتاعهم. طبعا. موجودين متوزعين في المستشفيات. يعني وانا بكلم حضرتك زميل عمال بيرن عليا حالا لانه باعت معدات وحاجات طبيه لمستشفى العجوزه او مستشفى امبابه وعايز حد يستلمها. ده اللي حصل كله، ان هو يعني تحالف
إنساني سواء من الحكومة، يعني مش هقول إن هو زيادة بس أدت واجبها على أكمل وجه، بالإضافة للأهالي، ودي الروح المصرية اللي في فترة من الفترات في أنظمة من الأنظمة السابقة اللي زرعت بذور الفتنة وناس تانية غضت البصر والرفع عنها وخلتها تستمر، وجاء طبعا الإخوان كان جني الثمار بتاع الفتنة دي. لكن الجمهورية الجديدة من بداية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده اللي بيرسخ الجمهورية الجديدة، ان ده الطبيعي اللي يحصل النهاردة، ان هو يكون في تحرك حكومي على اعلى مستوى، والشعب المصري يعود لفطرته وطبيعته، ان هو ما بيسألش ده مصري مسيح ولا مصري مسلم ولا حتى مصري يهودي لو في يهود في مصر. فده اللي حصل، ورغم طبعا بشاعة الحادث، لكن يعني في جوانب تانية، يعني ده شايفنا مش هقدر اقول جوانب مضيئة، بس جوانب الجانب الآخر من الحادث البشع ده، التحرك السريع. الأزهر حتى النهاردة كان في وفد في المستشفى، المستشفيين، مستشفى العجوزة ومستشفى امبابة العام، وكمان أعلن الأزهر أنه في تبرعات لأسر وذوي الشهداء. كويس. وحتى بعيدا عن قيمة التبرع ده، ولكن في رمزيته، هي رمزية كبيرة هي جدا. الرمزية مش القيمة المادية على الإطلاق، ده عند حضرتك حق. بالإضافة كمان لجانب برضو، يمكن أنت حضرتك عارف أنا راصد من الصفر المجتمع المدني، التحالف بتاع المجتمع المدني. أيوة. المؤسسات التانية بدأت تأدي دورها الحقيقي على أرض الواقع، اللي هو ينزل ويشوف ويساعد الناس بجانب الحكومة، وهو ده دور من أدوار طبيعية للمجتمع المدني. صحيح. طيب بدأ ينفذها على الأرض. يعني إحنا بنتكلم على حتى يعني ما فيش حد يقدر ينكر إن كان في تحرك حكومي سريع، تحرك طبعا من الأهالي. برضو خلينا أكون أكثر صراحة معاك يا أستاذ يوسف، أرجوك، حتى السخافة من البعض، وحضرتك عارف أنا أقصد مين. أيوه. اللي كان بيجي مثلا يقول لك إيه، لا ما تترحموش عليه وما تقولش ده كذا. يكون في خبر على موقع من المواقع على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي يعمل رياكت سخيف زيه في مواقف زي كده، فلما لقى كل ده قل، مش هقول انتهى بشكل كبير، او على الاقل خلص توارو خجلا، يعني البعض اختشى زي ما بيتقال، اختشى زي ما بيقولوا. على كل ازاي يفوتوا الفرصه ان هو يدعي ادعاءات. صحيح. مش عارف ايه، اتاخر، ما اعرفش ايه اتعمل. مصرة بعض القنوات ووسائل الإعلام لحد فترة معينة، لحد أول بيان رسمي وبيان خرج من الكنيسة، وحتى الأهالي نفسها اللي كانوا موجودين هو ذكروا بكل تلقائية. احنا لما رحنا صور وسمعنا وشفنا الجميع. الناس وشفنا يعني هم شهادتهم كشهود عيان بيقولوا. خليني الأول أشكرك عماد، أو زميلي العزيز نائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والزميل الصحفي بجريدة المصري اليوم.